السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دردشة غير مجدولة اليوم، قلنا إيش خلونا نتناقش معكم في بعض الأمور وبعض القضايا عندنا، بس بعض البشائر وبعض الأخبار الجيدة والأخبار الجميلة جدا. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله وتكونوا بصحة وعافية. يوم جميل اليوم، اليوم جميل. المخرج عطينا إجازة اليوم، ما يدري حتى هو أنه صن في بث يعني. قررت أنا في الوقت البدل الضائع أن يكون في بث يعني، بسبب أنه في أحداث كانت أحداث جميلة. كيف أموركم؟ طيبين؟ كيف الأحوال؟ كذا أحسن صح؟ تحسون أنه كذا أقرب ها؟ يعني عارف أنه البث الجديد لما نسوي بث من برنامج الـ OBS ما يعطيك الـ اللهم صل عليك رسول الله، ما يعطيك الصلاحية انك تكتب الا اذا كان جوالك محدث على التحديث الجديد اعتقد. حياك الله يا هلا يا الاتحاد السوفيتي. طيب كيف تقضي يومك؟ والله السؤال هذا لو سألتني كيف اقضي يومي قبل 10 دقائق كان قلت لك قضيته بشكل جميل جدا. كيف اموركم وحوالكم؟ الصوت واضح ولا مو واضح؟ ايوه طيب ممتاز. طيب انا وش اتمنى انكم تكونوا بخير وعافيه. اليوم طبعا احنا كان لقاءنا هذا غير مجدول، لكن في بعض النقاط اللي بنتكلم فيها. النقطه الاولى في فاعل خير جاء عندي، وهو شخص يعني سوى بحوثاته وسوى اطلاعاته وسوى دراسته، قال لي بسبب انه شايفين الفترة الماضية خلال الايام الماضية بكثرة في حالات كثير من المواطنين والمواطنات يناشدون مطالبين بعض حقوقهم، مطالبين بعض اموالهم، مطالبين ببعض يعني اللي بتحسين حاله معيشيه. واحد يشتكي يقول ما عندي اكل، واحد يقول عندي كذا. والله العظيم خلال الايام الماضيه تحديدا الحالات اللي جالسه تتواصل واللي جالسه تسال واللي جالسه ترسل واللي جالسه تبغى مساعدات ومعونات لا يمكن احصائها، لا يمكن احصائها باي شكل من الاشكال. وفي مشكله كبيره حقيقيه عندنا جالسين نعانيها. الشاهد في الموضوع في شخص جاء عندنا وقال لنا في طريقة مناسبة. الطريقة المناسبة هذه باختصار شديد تتحدث عن دقيقة. عجيب غريب. طيب في طريقة يا جماعة الخير نجمع فيها تبرعات، أيوة، بطريقة سليمة جدا بحيث انه نوصل فيها الاموال هؤلاء هذه للمستحقين والمحتاجين. الفكره لكن المشكله وين؟ المشكله انه حينما يكون العبد الفقير الى الله في تمر من خلاله او تمر عبره او تمر عن طريقه هذه الاموال ففي مشكله من ناحيتين. الناحيه الاولى انا اول شيء ما ابغى ادخل في هذه الامور وهذه المواضيع، لانه احيانا يصير في مشاكل ويصير في تخوين ويصير في طعن ويصير في تشكيك ويصير في كذا. هذه من ناحية شخصية لي أنا. الناحية الثانية إنه ممكن حكومتنا الرشيدة حفظها الله في الثلاجة إن شاء الله في أقرب فرصة تعتبر هذا نوع من التعاون مع جهات معادية للوطن، تعتبر هذا نوع من أنواع التعامل مع جهات معادية للوطن. لذلك هذا الأخ اقترح اقتراحا كالتالي، ودعوني أقرأ لكم هذا الاقتراح. هو اقتراح ذكي أنه يكون هناك إرسال لمبالغ مالية لهؤلاء المحتاجين، ثم بعد ذلك يقومون بتحويلها إلى رصيد في STCPay، ومن ثم تحويلها إلى حساب بنكي أو استخدامها مباشرة من محفظة STCPay. يعني احنا الان بالشراكه مع STC. حلوه دي، اخاف يقفلون الخدمه STC. بالشراكه مع STC نستفيد من الخدمات المقدمه، نحاول قدر المستطاع اعلان لـ STC
بنحاول قدر المستطاع أنه نوصل المساعدات للمحتاجين بأي طريقة كانت، بحيث أنه جماعتنا ما يقدرون يسوون أي شيء. هذا واحد. اثنين، لا يجي أحد مثلا يقول والله في دولار وين رايح، يعني نبرئ ذمتنا المالية ونخلي هذه المسؤولية. طبعا هذا الرجل تكفل بأنه يكون في كل حلقة في مبلغ مالي، والمبلغ المالي يصل إن شاء الله للمحتاجين ويصل إن شاء الله للمستحقين. بس نبغى آلية. لا لا ما عليك، لا تخف، تحويل نقاط قطاف، والله ما أدري قطاف هذا اللي يدونك جوائز وهدايا وكذا، حق تي سي برضه صح. الشاهد هو عنده فكرة، فكرة معينة بهذه الطريقة هذا، وفيه هناك شخص تكفل بهذه الأموال. نحن سنلعب دور إيصال الفكرة إلى هؤلاء الناس وشرحها لهم، نعين أحد الأخوان أنه يتولى هذه المسؤولية، يتولى هذا الموضوع، وعن طريق فاعل الخير هذا يتم إيصال الأموال. أعرف ممكن البعض يقول لي إحنا نبغى نساهم، نبغى نساعد، نبغى كذا، نبغى كذا، لكن لازم نسوي آلية معينة. الآلية أنه ما أبغى شيء يعني يمر من طريقنا، واحد. اثنين، ما نبغى نكون مسؤولين عن أي شيء من هذا، لكن بس إحنا من بعيد نقول سوي كذا سوي كذا، عشان توصل الأمور إلى مستحقيها دون أي خوف وأي يعني إن شاء الله أي مساءلة أو أي ملاحقة قانونية. فكرة جميلة. الله لا يشغلنا إلا بطاعته، آمين. الله يخلف عليك، الناس مبسوطة ولا هي بحياتها مستمتعة، وانت والله شوف صدقني لو تعرف إيش كنت أسوي قبل 10 دقائق تغبطني على ما كنت فيه من النعيم. لا تعرف إيش كنت أسوي قبل 10 دقائق من الآن، يعني صراحة ما حتستوعب. لكن كلامك غير صحيح للأسف، إنه الناس عايشة حياتها مبسوطة، كلامك غير صحيح، إلا إذا كنت تقصد أنت شخصيا. إذا أنت تتكلم عن نفسك أنك أنت عايش حياتك مبسوط سعيد، للأسف هناك الكثير من المواطنين والمواطنات الذين لا يشاركونك هذا الهم ولا يشاركونك هذا العناء، أو لا يشاركونك هذه الفرحة وهذه المتعة. أكبر دليل أنك لو تشوف يعني الناس اللي كانت تطالب أمس بشكل أو بآخر مساكين من خلال هاشتاق الإزالة، هاشتاق المناشدة، الناس اللي باتت أمس من دون بيوت، هذول أبناء وطنك وأبناء شعبك وعيال عمك وأخوانك وجيرانك، يلي ما تستحي، يلي معتبر نفسك أنك أنت عشانك قاعد تشرب قهوة من دوز بسبعة مدري 8 ريال حلو، وتأخذ سمول كابتشينو وفرحان ماشي، تظن أنك أنت عشان عندك بابا يصرف عليك ولا ماما تعطيك ولا أختك الكبيرة الموظفة تديك من جيبها حلو، فتحسب الناس كلهم زيك. لا، في كثير من أبناء الشعب ما زالوا للأسف يعانون. أنتوا الحقونا على تويتر. يا ليت تسمع علي، والله ما أدري، بس أنا قاعد أعطي يعني معلومات. الشاهد في الموضوع مشكلة، مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، إن الواحد يحسب الناس كلهم زيه عايشين، الناس كلهم عايشين زيه كده. حرام عليك يا أخي، لازم تفهم إنه الناس تعاني، إن الناس قاعدة تعذب، إن الناس تقاسي الكثير في هذه الأيام، خصوصا أنت كندا تصرف عليك. لا مو كندا. أنا أصرف على كندا الآن، كندا ما تصرف علي. خصوصا إنه يعني أنا أقول لكم على شيء، المفترض إنه في هذا الوقت سهولة التواصل مع الآخرين والتواصل مع الناس، وعندك مواقع تواصل اجتماعي، عندك قنوات فضائية، عندك برامج تلتقي فيها بالآخرين، تفهم وتستوعب انه ترى الناس جالسة تعاني. لازم الكلام هذا، لا تصير اناني، لا تصير اناني، بس ادخل هاشتاج وشوف، شوف بس هذول جزء من ابناء الوطن. شوف الناس اللي امس جالسة، المقاطع اللي روجت امس، في مقطع شفت الريتويت قبل 16 ساعة، قبل 16 ساعة. فلا تصير أناني، يعني لا تعتبر أنك أنت تقول لا أنا ما علي في الآخرين، لا أنا أموري تمام، ما يصير يا جماعة الخير. نتمنى أن الواحد يصير أكثر يعني، يعني تخرج من دائرة الأنانية التي تعيشها أنت. المشكلة إيش؟ تعرف المشكلة إيش؟ المشكلة أنت حتى بنفسك ما كنت عايش. المشكلة إذا أنت كنت تعتبر إنه هذا الشيء اللي أنت قاعد تسويه اليوم إنه هو هذا أقصى طموحاتك وأحلامك، لما تيجي عند الدول المتقدمة والشعوب المحترمة، لما تيجي تشوف دولة السويد والنرويج وكندا وأستراليا والناس اللي في كوريا الجنوبية والناس اللي في اليابان والناس اللي في كندا والناس اللي هذا،
عايش أحسن منك ورغم ذلك يأبى الضيم ويرفض الظلم. يعني أعطيك مثال، في مظاهرات للسود صارت في أمريكا أو بسبب قتل أحد الأشخاص السود في أمريكا صح؟ قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة انطلقت. الشعب الكندي ومقاطعة فرنسية، إحنا مقاطعة فرنسية يعني أصولهم من أوروبا، يعني ما في أي رابط دم أو عرق أو لون أو لهجة أو لغة بينهم وبين الناس اللي في أمريكا، ورغم ذلك خرجوا في أيام كورونا وفي عز كورونا خرجوا في الشوارع وسووا مظاهرات في مونتريال. قالوا ليش؟ لأنه إحنا نعاني. كيف تعانون أنتم؟ ما حد سوى لكم شيء في كندا، هنا الأمور أحسن. قالوا لا، في ظلم في أمريكا عند جيراننا، عند جيرانهم في أمريكا. أنت تشوف اللي حولك، أبناء بلدك والناس اللي بمجتمعك، وتقول لا طز في الآخرين؟ كلام فاضي، عيب، عيب الكلام هذا. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان، ها، يشد بعضه بعضا. طب وينك من الأحاديث هذه كلها؟ وينك من الآيات هذه كلها؟ وين يعني كل شيء نزع من قلبك؟ الله يصلحك يا ابني. المشكلة حتى المساعدات صارت جريمة، الله يكتب أجرك. إنك إحنا بنحاول إننا بس نوجه الناس بطريقة معينة، لأنه مسألة دخول الأموال وخروجها خطيرة جدا. حبك الله، أليس من مصلحة الأمم الصبر على الوالي حتى ولو كان متسلط وندعو له بالهداية؟ هذا سؤال خطير، هذا سؤال خطير جدا. بل هو من مفاسد ومهالك الأمم أن تصبر على الظلم وترضى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم، حديث صحيح، إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، حديث صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله منهم. طيب ليش؟ طب لما جاء بعض أهل العلم لما جاء يفسرون كلمة تركنوا، إيش هو الركون تعرف؟ إنك تقاتل فريقه؟ لا. إنك تدافع عنه بلسانك؟ لا. طيب ما هو الركون؟ أعطونا يا شيوخنا المفسرين. قالوا الركون هو ميل القلب، الله أكبر، بس قلبك يميل للظالم هذا. بعضهم قال حتى بس مجرد قلبك يميل للظالم تأثم على هذا، بس ميل القلب. ما بالك اللي جالس يكتب، واللي جالس يطبل، واللي جالس ينافق، واللي شغال بيده، واللي شغال بلسانه، واللي شغال بعقله. مصيبة، مصيبة. طيب تعالى أقول لك، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون. أنت صالح بينك وبين نفسك، يعني صلاحك لا يتعدى على الآخرين غالبا. أنت بتجلس لما ترتكب المعصية أو الإثم أو كذا، أو أنك تقوم الليل وتصلي في غرفتك وتقفل، أو أنك تصوم 100 يوم في الأسبوع، صلاحك لك أنت، لكن إصلاحك يتعدى على مجتمعك. والله يقول في القرآن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، مش أمرنا، أمرنا متر فيها. هذه الطبقة المترفة المسيطرة المتملكة تأمرت وتملكت الأمر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعدين تعال واحد يقول لي يا أخي تقرأ قرآن وحديث وما يعجب الكلام هذا، من هي الشعوب اليوم المتقدمة والمتطورة أمامك؟ أنت لا تأخذ بكلام الله ولا تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعال، ما هي الشعوب المتطورة المتقدمة عندك اليوم؟ قل لي، أديني الدول اللي تشوف عندها حضارة، تشوف عندها قوة عسكرية، تشوف عندها قوة اقتصادية، تشوف عندها، هل شعوبها تقبل الظلم وتقول نصبر على الحاكم؟ نصبر لا، 4 سنين وقلب وجهك، ما ضبط وضعك نشيلك بالصناديق.
لا يقبلون، لا يقبلون. فيه حديث، حديث أقرأ لكم هذا الحديث. تقوم الساعة والروم أكثر الناس، الحديث هذا خطير. المستورد أعتقد أنه أحد الصحابة قال هذا الحديث لعمر بن العاص رضي الله عنه، المستورد القرشي، وهو عند عمر بن العاص قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمر: أبصر ما تقول، إيش جالس تقول أنت؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن العاص لما سمع الحديث قال: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن قلت ذلك إن فيهم خصالا أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، خليك من هذه، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، خليك من هذه، وأوشكهم كرة بعد فرة، خليك من هذه، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، هذا عمرو بن العاص يقول، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. يا سلام عليك أنت اللي اسمك RMAO، وأمنعهم من ظلم الملوك. شفت كيف؟ أيوة، تطلع أنت اليوم فيه يوم من الأيام في عمارة مشهورة في بريطانيا. أمس كان في أحد الأصدقاء يعني الإخوان الكبار بالنسبة لي وأساتذتي كلمني في اتصال بعد البث حقي، فقال لي، قال لي: إيش اللي إيواء وما إيواء؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ قال: إيواء للأشخاص الذين هجروا من بيوتهم، ها، لما يكون جات كارثة طبيعية الدولة تقول سوينا لهم إيواء، لما يكون احترق المبنى، لما تكون احترقت العمارة. في بريطانيا في عمارة مشهورة كبيرة، كان في واحد يطبخ الساعة 3 الفجر الظاهر، كان سكران حب يسوي له باستا، فتح القدر وجاب الموية وحط هذا ومش ويحط شوية زيت ورمى الباستا المكرونة، بيطبخ جيعان بياكل، من حقه انه ياكل. فجأة احترقت العمارة، احترقت العمارة كلها، صار في تأخير مش عارف ايش، افرغ السكان. ايش سوت الحكومة له؟ احترقت العمارة لانه في واحد سكران قاعد يطبخ. ركز معايا، ايش سوت الحكومة هنا؟ جابت كل ابناء العمارة وسكنتهم في مساكن، فنادق او شقق او الى اخره. هل الشعب قال لهم جزاكم الله خير؟ الشعب البريطاني قال لهم والله يبيض الله وجيهكم وشيلة ومش عارف؟ لا، هو مش غلط الحكومة أصلا، واحد عندكم في العمارة هو اللي حارق الدنيا، إحنا شلنا شغل يعني. الشعب جلس يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع ساكن في مساكن الإيواء هذه وساكن في الفنادق هذه، جاء قال الحكومة اسمعوا، طلعوا مظاهرات واحتجوا بسبب أن الحكومة لم تساعدهم في سرعة العودة إلى بيوتهم. لم تساعدهم في سرعة العودة من بيوتهم. وانت تقول لي ايه، واحد طاردينه طابين على بيته، حادمين بيته ورامينه في الشارع، جالس والله منظر الشايب اللي جالس هو يطالع كذا يكسر قلب كل انسان فيه 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 كرامة. هذه فتعال قل لي انت، شوف الناس اللي صبرت كم سنة صبرتوا على حكم حسن مبارك، ايش صار في مصر؟ كم سنة صبروا على حكم علي عبد الله صالح، وش صار؟ كم سنة الصبر 42 سنة على حكم القذافي، وش صار؟ كم كان كم سنة الصبر على حكم ال حافظ بشار الأسد، ايش صار؟ قل لي. هذا الصبر تصبر على ايش؟ بل انا اقول لك على معلومة، عبد الله الحامد رحمة الله عليه كان يقول ان الساكت على حقه الضائع، يعني عنده جملة قريبة من هذه أنا أقولها بتصرف، الساكت على حقه الضائع قد يأثم،
الله كيف يأثم؟ يقول لأنه يشجع الظالم على ظلم الآخرين. أنت تقول خلاص خلاص يعني إن شاء الله في الآخرة نأخذ حقي، لا خلاص أنا ما أبغى، قد تأثم. يقول لك لأنك تشجع الظالم على ظلم الآخرين. لو كل واحد جاء الظالم مد يده وضربه على يده وقال له بس وقف لا ابتدع، هذا اللي يصير. أعطيكم قصة عدتها ألف مرة، أعطيكم قصة عدتها ألف مرة وبعيدها لكم. الكنديين هنا قبل فترة جستن ترودو فيه مجموعة اسمها وي جروب، يسوون دورات وندوات وأعمال خيرية وتطوع ما تطوع واوا ومش عارف إيش. جات الحكومة الكندية برئاسة حزب ترودو أو برئاسة حكومة ترودو أو برئاسة جستن ترودو وسووا مناقصات وأعطوهم مناقصة مليار دولار، مليار دولار، أخذوها بجهدهم. فتشوا الحزاب المعارضة قالوا آه ليش أعطيتوا هذه المجموعة هذا الرقم والمبلغ؟ اشمعنهم؟ قالوا وش في ناس جيدين يستحقون؟ قالوا لا، أمك وأختك وزوجتك قد جوا وألقوا دورات ومحاضرات وكانوا يأخذون على 10-15-20 ألف في الليلة. يعني أخذوا توتال تبرعات خلال السنوات الماضية من قبل ما يصير رئيس وزراء. اسمع، من قبل ما يصير رئيس وزراء، من قبل ما يصير رئيس وزراء قالوا له أخذوا مبالغ من وي جروب هذولي 150 ألف تقريبا. فأنت الآن تتعاطف معهم يا فاسد يا مجرم يا لص يا حرامي. جابوه كذا يطلع قدام، والله طلع قدام الشعب مسوي زي كذا، يقول لهم I apologize، مطاطئ رأسه. عندنا احنا ما أخذ الفلوس هو، ركز معايا، ترودو ما أخذ المليار له، لا لا، ولا حطها في جيبه. قالوا له أنتم كنتم تستفيدون زمان تأخذون ألوف من هذه المؤسسة فأنتم حابيتوهم، بس والله طلعوه مطاطئ الرأس الكنديين مكسوف كده، تحسه مكسور عينه طالع يقول للشعب أنا آسف، لأنه صار في تضارب مصالح. صاحبنا طالع يقول لهم أيوة أنا من أسرة ثرية وعادي إني أشتري يخت بنص مليار دولار، عادي. هو أخذ اليخت واشترى بنص مليار دولار، أقسم بدلالة الكنديين هنا يطلعون يحرقون ترودو حرق، تأكل من الدولة نص مليار دولار، أرصدتك وأمورك وشوف حساباتك قدام الشعب يشوفها، كم عندك؟ دخلت الحكم ومعاك 3 مليون دولار في حسابك يا ترودو، من فين لك الآن صار عندك 7 مليون؟ 4 مليون هذه من فين؟ يا رجل 4 مليون هذه وال7 مليون هذه أصغر حرامي عندنا يدخلها. هذه هي. فأنت لما تجي اليوم تقول لنا إحنا عندنا كذا كذا، نأخذ السؤال اللي بعده، نأخذ السؤال اللي بعده. الجديد على الصنعة يا أخي، فعلا فعلا يا عمر، أغلب الوطنجية خايفين على مستقبل ميسي أكثر من مستقبلهم. دام عليك لا تخاف، ميسي أموره تمام. عمر وين سنيته مع كورونا؟ هذه أمم مادية بحتة وليس نموذج. مين قال لك هذا كلام فاضي يضحكون عليك فيه الذباب؟ وفي البداية كانوا يطبلون، تذكرون أول ما جات كورونا بلدنا وإحنا أحسن ناس في التعامل، بعدين طلعوا أسوأ دولة. تذكرون البروباغندا حقت أيام كورونا؟ الله يعز وطننا، وطننا أحسن شيء، حكومتنا ما قصرت، والله يخليكم هذا الجواز اللي يعزك. وفي النهاية طلع الوضع مخبوص والدنيا داخل. يا حبيبي ترى الناس قاعدة تستلم في كندا 2000 في الشهر، العاطلين عن العمل، أي واحد خسر وظيفته يستلم 2000 دولار من يوم ما جات كورونا، والعاطلين عن العمل رواتبهم مستمرة. سواء كنت مش مواطن، بس ركز معايا، مركز معايا، مش مواطن، مواطن مقيم ولاجئ، مواطن ومقيم، مواطن ومقيم ولاجئ. قال لك ايش؟ قال لك هذه شعوب امريكا اللي هي رايحه فيها ترامب صرف للامريكيين فلوس، تدري
وحط على حط على الشيك اسمه عشان يرفع من شعبيته ويحقق اسهم. كيف كذب؟ لا والله ما كذبت يا 4IY. عمر وعدتنا بحلقة عن محمد بن زايد وخيانته، ما يكفي حلقة، يبغاله دوكيومنتري، يبغاله مسلسل. توقع كان الضرائب، الضرائب سيكون هناك ضرائب جديدة، ممكن ينزلون هذه من 15 إلى 7 عشان الشعب كذا يقول لك إيش، إنه يسوي لك حركة الضفدع يوطي عليك الموية ويزود الحرارة وينقص وكذا. هل تشوف إن الشعب يبغى التغيير للمعارضة الطالب فيه؟ تبغى الصراحة؟ الشعب إلى الآن مو فاهم المعارضة إيش تبغى، وهذا تقصير كبير جدا من المعارضة، أننا نحن لم نوضح للناس ماذا نريد. أوكي ممكن تكلمت أنا وتكلم غيري وفصل وبعض ما أعطوا برامجهم، لكن حتى الآن المعارضة لم تنجح في تسويق مشاريعها في السعودية، بالإضافة إلى أن الوضع غير طبيعي عندنا. إحنا ما إحنا في دولة زي كندا مثلا، الحكومة والمعارضة فتحت في برلمان واحد. لكن الفترة الماضية طبعا جاء محمد بن سلمان، أصبحت المعارضة في أقوى حالاتها من يوم ما خرجت يعني الدولة بالشكل هذا. ليش؟ لأنه القمع صار على الجميع. أول كان القمع على عوائل محدودة بس، كم مطوع كم ناشط سياسي ممتاز، الآن لا كله مدعوس عليه يعني ما شاء الله تبارك الله، حتى شمل الدعس حتى أسرة آل سعود، وهذا جديد يعني. وش صار على فينا أبو صلاح؟ فالشاهد الموضوع الشاهد الموضوع أنه حتى الآن المعارضة بحاجة إلى أن تعمل جهد أكبر ودور أكبر، ومهم جدا حتى لطمأنة الناس. يعني الناس، واحد قال لي عمر أنتوا تبغون، أنتوا معارضة يعني تبغون داعش تركبون الناس خيول واحدة قالت تكتب، قالت هذا عمر بن العزيز بيأخذكم سبايا. واحد يقول طبعا، في واحد يقول لك ما حد داري، طب ايش تبغون انتم؟ طب اشرحوا لنا ايش الفكره، طيب اشرحوا لنا، طيب ايش البرامج اللي عندكم، طيب اشرحوا لنا. هذا الشيء مطلوب، وانا ابشركم انه الفتره القادمه ان شاء الله سترون في اشياء تسركم باذن الله عن طريق يعني عمل المعارضه. ما حد درى عنكم الكلام 100 سنه، بس لا انت موجود، يكفي انت تريد عننا وانت موجود هنا. انتم المعارضه كيف يعني مرتزقه؟ قل لي، المرتزق هو الذي يعمل لمصالح غيره، هذا هو المرتزق، يعمل لمصالح غيره. أما الذي يعمل لمصلحته أولا ليس المرتزق. عمر في بطالة في كندا 4%، نعم البطالة في كندا 4%، وجستن ترودو حقق أفضل رقم تاريخي من 60 أو 70 سنة تقريبا إن لم تخني الذاكرة. تكلمنا عن الدخان المغشوش قبل أكثر، للأسف الشيبان هم المثبطين لجيل الشباب، وكأن آل سعود جنة وبيدهم الكل كل شيء. شوف أنا لا أطالب بسقط النظام كليا يعني، يعني أنا ما عندي مشكلة مع أسرة آل سعود كأسرة، ما عندي مشكلة، وأرى الحل الأنسب أنه يكون ملكية سوريا. لكن الحقيقة التي يجب أن تقال أنه عندك الجيل من 85 وانت طالع إلى 2000 وما بعد 2000، هذا الجيل أكثر قابلية لاستيعاب المتغيرات لعدة اعتبارات. وهذا الجيل اليوم اللي هو بدأ يدخل إلى سوق العمل، وبعضهم بدأ يدخل إلى هذا، وجالس عاطل وجالس يدور فرص وظيفية وجالس يدور كذا، فلم يجدوا كثير من الفرص، ويشوفون العالم من حولهم، وعندهم قابلية أكبر للتمرد، وعندهم يعني اطلاع أكبر، وعندهم بحث أكبر من الجيال السابقة، مع كل تقديري واحترامي. فأنا أعتقد أنه أي تغيير سيحصل خلال الفترة القادمة، مش اللي فات كان صعب جدا، الناس كانت متعودة على شيء أنه في هيبة للدولة وشيوخ ولا يجوز وولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر. الآن خلاص الكلام ده ما يعني أنت معلش، لما تجي تقنع واحد اليوم ولد شاب جالس وبالأوضاع الاقتصادية والمعيشية تقول له دولة وشريعة ولي أمر، يقول لك بيضحك على مين أنت؟ كلام هذا كان ممكن قبل زمان تضحك فيه، اليوم ما عاد فيه. لا تناقشني باللغة هذه، هذا كلام المملكة العربية السعودية، ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بهذا. بالكويت ما عندنا شيء اسمه ولاة أمر، إحنا مو عبيد.
الكويت عندكم الدستور يعني في الدستورية لها 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 نصيب أكبر من بقية دول الخليج يعني مثلا. أيضا البحرين كان فيها حراك وكذا. في مطنجية في كندا تقصد وطنجية في كل مكان في وطنجية بس ما هم بس ما في اسم وطنجي في كندا لأنه وطنجي يجلس أربع سنين أربع سنين ثانية وينتهي ويجي واحد جديد. أختلف معك أنا مهندس عاطل بس هذا ما يعتبر سبب إني أتمرد على الدولة. أنا ما قلت لك أتمرد على الدولة يا قلبي، أنا ما قلت لك أتمرد على الدولة، أنا قلت لك أنت اليوم عندك قابلية أكبر أنك تتحدث وتناقش، والدليل أنك داخل البث. أبوك مثلا بيخاف أنه يدخل البث عندي هنا بس مجرد أنك أنت تدخل اليوم هنا عندي حياك الله، هذا تطور إيجابي. لازم تلعب على المرتدات يا عمر، والله احنا للاسف شغالين على المرتدات، والله اني مبتعث وخايف بسم الله على قلبك. اخشى من انقلاب عسكري والتاريخ يشهد. شوف فعلا في طبقه من الضباط السعوديين الصغار، في طبقه من الضباط السعوديين الصغار يعني اليوم بداوا يشعرون بحاله من التململ، يشعرون بحاله من التململ ويرون انه في سوء اداري للمعركه ولقياده الجيش في المملكه العربيه السعوديه. شوفون في مشكله كبيره جدا، محمد بن سلمان جالس يفل امه ويلعب ببجي، وفي ناس مقضينها هنا سهرات وحفلات وكذا، ويقول لك انا جالس على الحد الجنوبي والحوثي جالس يتوسع، الحوثي جالس يتوسع. مشكله، الإمارات جالسة تكسب من هنا والحوثي جالس يكسب من هنا، السعودية طلعت من المولد بلا حمص، وهؤلاء اليوم محمد وجاء محمد بن سلمان خصم بدلات على بعض الأشخاص الموجودين. يكلمني واحد أنا قبل فترة قبل 24-48 ساعة تقريبا في قال لي عمر والله في أنا على الحد الجنوبي وسحبوا منا بدلات، ما عندي تفصيل يعني صراحة عن 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 إيش هي البدلات التي سحبت منهم، لكن يعني في أزمة ومشكلة كبيرة جدا. أنا فصلت بسبب فشل وتخبط القيادة العسكرية، الله يعوضك خير، الله يعوضك خير. الحوثي يخرب بيته من 2009 صامل. شوف لازم تتعلم شيء، لما يكون في مكون من مكونات البلد، جزء من أبناء البلد، أنت لا تستطيع أن تقضي عليه إلا بشيء يسمونه إبادة بشرية، وهذه مصيبة ما تقدر تسويها. أنت تستطيع أن تحجم الحوثي، سبحان الله عندي سنابات في 2015 قلت تحجم الحوثي بس أنك تقضي عليه بالمرة اللي أنت تستطيع، تحجم الحوثي وتلزمه أن يدخل العملية السياسية، أكثر من كده ما تقدر. بس السعودية دخلت هي ما يعرف إيش تبغى، لا علي عبد الله صالح معانا لا ضدنا، لا الأخوان معانا لا ضدنا، طيب مش عارف مين، ودخلوا معاهم 20 دولة في النهاية صفت عليهم هم والسنغال والإمارات وتشاد وجنجويد. هل تقنعني أن المملكة مفلسة؟ مش مفلسة، ركز معي، الوضع الاقتصادي الآن إحنا دولة تعتمد ما يقارب 92% من مداخلها على النفط. النفط الآن يمر ب يعني أسعار منخفضة. السعودية بحاجة إلى ما يقارب 82 دولار للبرميل الواحد عشان نجيب البريك إيفن. ممتاز. فأنت ورغم ذلك هم حسبوا الميزانية تقديريا قالوا لازم تكون 52 أو 54 دولار. ورغم ذلك إلى الآن ما زالت أسعار براميل النفط الآخر شيء 48-47 دولار. ففي عجز عندك، عجز في الميزانية، معناته لا تقدر تبني مشاريع جديدة، معناته لن تستطيع أن تخلق فرص وظيفية جديدة، معناته بيكون عندك بعد فترة للأسف بسبب أنه أنت جالس تبغى توزع تعطي رواتب وتعطي الناس وتأكل وتصرف وكل شيء معتمد كل اعتمادك على النفط، ممكن يصير في ضغط على الريال. خلال الفترة الماضية الريال عليه ضغط، هذا أيضا يعني أنه ممكن يصير في إعادة تقييم لقيمة الريال بعد فترة إذا استمرت الأوضاع، إذا أسعار النفط انضربت أكثر ممكن يصير في إعادة تقييم للريال. يعني الدولار اليوم يساوي 3.75 مثلا، مثال 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 مثال، ممكن يصير الدولار يساوي 4 ريال سعودي إلى آخره. يا عمر أنا في أمريكا وخلصت البعثة وجالس في أمريكا، خايف أرجع أمريكا، صعب اللجوء فيها، إيش أسوي؟ والله ما أعرف إيش أقول لك للأسف، ما أدري. وش دخلكم في اليمن ومشاكلها الداخلية؟ لا حليته ولا خليت الشعب على حاله فقير وبس دمرته. أنا أقول لك السعودية إن تدخلها في اليمن لازم تتدخل في اليمن،
معليش انت تتكلم عن سياسه ما في شيء اسمه وش دخلكم في اليمن غلط لازم نتدخل في اليمن واليمن طبيعي تتدخل فينا وكل الدول المحيطه فيك تتدخل فيك بشكل او باخر خاصه اذا انت كان عندك شرعيه او صوره شرعيه موجوده وطلب مساعده وطلب دعم الى اخره. اعطينا سؤال بعده. المحلات الصغيره في البلد نصها قفلت. وعلى فكره على فكره في شيء ترى الناس يعني مش مستوعبين. بعض الناس يحسب انه لما انا اطرد المقيمين في ناس يحسب انه انا لما اطرد المقيمين ولما افصلهم من وظائفهم واقول يلا مع السلامه وسعوده فقط معناته سانقذ الاقتصاد. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. هذه خطوة فاشلة. الدول العظمى حول العالم ترحب بمهاجرين جدد يصبحوا مستوطنين فيها. أمريكا اللي عدد سكانها 330 مليون قاعد تقبل كل سنة مهاجرين. كندا 36 مليون كل سنة تقبل مهاجرين. استراليا مش عارف كم مليون كل سنة تقبل مهاجرين. السويد تقبل مهاجرين. بريطانيا ما أعرف كيف الأوضاع الجديدة بعد خروج الاتحاد الأوروبي لكن أيضا بريطانيا تقبل مهاجرين إلا بتخوني الذاكرة. فرنسا نفس الشيء. هذه الدول العظمى لأنه هذا العامل اللي يجي ويشتغل ويشغل عندك عمى بزنس ويفتح مشاريع ويفتح بيت أو حتى لو يعطي جزء من راتبه لأهله ويحط فلوسه موجودة عندك في البلد يوسع اقتصادك بشكل أو بآخر. سالفة أنك أنت بتجي وتقول كل الناس هذول اللي بطلعهم عشان أجيب السعوديين يشتغلون معناته كذا بنعش اقتصاد كلام فاضي. هذا كلام فارغ. هذا كلام فارغ لا يصح. هل مؤسسة النقد غافلة؟ طيب خلينا نشوف في أسئلة هنا. ليش في نظرك عالي تدخل عسكريا؟ تدخل عسكريا لحماية أمنها، تدخل عسكريا لطلب استعانة واستغاثة من حكومة شرعية. الاقتصاد التركي ارتفع بسبب مش ارتفع بس بسبب المهاجرين. تركيا استفادت من سوريا كثيرا والمعامل النسيج التي والمعامل اللي كانت موجودة في الشمال السوري جزء كبير منها تم يعني توطينه في تركيا. مش كده بس استفادت تركيا اليوم وأصبحت تقوم بتداول عملتها في الشمال التركي وغيره. مو حق أبد مو حق لا حق في القانون الدولي عادي إذا تم استعانة بك من حكومة شرعية تدخل. ما في شيء اسمه مو حق. هذا كلام روح أقوله للأمم المتحدة. من حيث الدخول لا أحد في العالم يستطيع أن يقول دخول السعودية خاطئ إلا إيران على فكرة. يعني تقول عاصفة الحزم من حيث المبدأ خاطئ لكن كيف تنفيذها؟ تقصف على أسطبلات خيول وعلى أطفال وعلى عزة وعلى غنم وعلى سوق خضرة وعلى سوق مش عارف إيش وما أنت عارف تسوي. ما عندك خطة عسكرية. ما عندك كذا. تركيا صنعت سيارات بالكهرباء هل هذا شيء أثر على سعر الثروة؟ لا ما في شيء اسمه. مش عشان تركيا إنه تركيا صنعت سيارات بالكهرباء. مش عشان تركيا صنعت سيارات بالكهرباء. الموضوع إنه العالم كله يتحول إلى استعمال الطاقة البديلة. اليوم في شركات كبرى شركة فولفو شركة حتى بورش سمعت أو بورش اللي تسميه إحنا بورش كثير من الشركات المرسيدس البي ام بدأوا بإصدار أنواع وموديلات جديدة كهربائية. ليش؟ لأنهم الناس يتكلمون أنه النفط واستهلاك النفط وحرق النفط وحرق هذه هذا يسبب تلوث للبيئة وإلى آخره ومكلف والنتائج ومش عارف إيش ومن أجل ذلك العالم يتحول اليوم إلى الطاقة البديلة. ممتاز؟ طيب الآن لما تجي تتكلم أنت تبحث في استهلاك العالم النفط هذا النفط كله في العالم يروح 70-80% منه في إيش؟ بس ركز لي في النقطة دي إذا ممكن.
70 إلى 80% من النفط حول العالم يذهب إلى الترانسبورتيشن، المواصلات. طيب لما المواصلات هذه 70-80% منها، أو خليني أقول 50% منها، تبدأ تتحول وتعتمد على الكهرباء، هنا الطلب على النفط سيقل. في وقتنا الأوقات كان الفحم هو الحروب كانت تقوم من أجل الفحم، ومعارك من أجل الفحم. هل انتهت قيمة الفحم اليوم؟ لا، ما زالت الفحم موجود، الفحم موجود والناس تستهلكه إلى اليوم، وله أقل لا تستعمل المعسل. لا بس يعني في حتى لا في أكثر من استخدام يستخدمون فيه الفحم إلى اليوم، لكن له أضرار وله انبعاثات ويسبب مش عارف إيش، والكربون الخارج منه وكيف تستخرجه وكيف تنتقل ومناجم الفحم وكيف تتعامل فيه وإلى آخره. فاليوم يقولك النفط أفضل. ممتاز. النفط اليوم مع مرور الوقت ستقل أهمية النفط. يعني من الثمانينات والسبعينات وممكن ما قبل ذلك، الجامعات الكبرى والدول العظمى حول العالم تتكلم عن الطاقة البديلة. هذه الناس اللي يقول لك أوكي إحنا اليوم عندنا مصدر، إحنا شفت أنا هذه الموية طالع حلو، كانت مليانة معايا هنا، إحنا فرحانين في السعودية، يقول النفط الحمد لله عندنا كمية تبقي للأجيال القادمة، تكفي الأجيال القادمة، لا سنحافظ على هذا سنحافظ على هذا. جوك بعد فترة جو قال لك يا حبيب اسمع، أصلا هذه الموية كلها اليوم سواء بقي لك منها جزء ولا ما بقي لك منها جزء، ترى العالم بدأ يتغير اليوم. الغاز له قيمة كبيرة جدا، الغاز له قيمة كبيرة. الكوب جاني هدية بالمناسبة، اشتريت أشياء وجاني الكوب هدية. من أجل ذلك أنت لما تجي تطالع تقول أه النفط قيمته. في حلقة سويتها مع الأستاذ سلطان المجروب كويتي، يعني شاب يتكلم عن الأمور الاقتصادية وكذا، ولد حلية وكذا وعسل وفاهم شغله كويس. تكلم هذا الرجل عن النفط ومستقبل النفط في العالم، كلام خطير جدا. فلما تجي انت تطالع انت في الشركات الكبرى اليوم، بورشي قال على سبيل المثال، كنت جالس اقرا انه بورشي تقول اخر طراز سنحوله الى الكهرباء 9/11. تعرفون 9/11 بتبدا بورشي تحول سياراتها وهذا الى كهربائيه، اخر شيء بتحوله من بنزين الى كهرباء 9/11. فمن اجل ذلك احنا لازم نفكر. جاء محمد بن سلمان فعلا جاء قال احنا عندنا احنا اليوم رؤية جديدة، رؤية 2030، من أجل أننا نقوم بعمل ما يسمى ببديل للنفط، نعتمد على مصدر آخر، تنويع مصادر الدخل. شيء جميل هذا. دمرت حياة أهلك للأسف بسبب تمردك شخصيا نرجسيا. ليش دمرت حياة أهلي؟ بالعكس، أهلي إن شاء الله أنهم بخير وعافية وصحة وسلامة، ويعيشون نعم بالتأكيد يعيشون حزن على أخوانهم على أولادهم زي ألوف من أبناء الشعب السعودي الذين ليس لهم ذنب وعلاقة. لكن إحنا بسبب حالة الذل أحياناً، وبسبب حالة الخوف أحياناً، لا نستطيع أن نرمي التهمة على المجرم، لا نستطيع أن نرمي التهمة على المجرم. ما نقول ترى الدولة مجرمة مستبدة قامت باعتقال أبرياء ابتزازاً لأخيهم، ما نقدر. تخاف أنت، تخافين، ما تقدرين تقولين محمد بن سلمان مجرم. ليش محمد بن سلمان تمنع مثلاً أسرة الجينة هذلول من السفر؟ ليش تمنع أسرة سلمان العودة من السفر؟ ليش تسجن أخو سلمان العودة؟ أخو سلمان العودة يتكلم عن أخوه. دقيقة بس، أخو سلمان العودة الشيخ حفظه الله ورعاه يتكلم عن شقيقه. هذا ليش مشغل؟ دقيقة بس شوف. أفا أيوة، بس أنا بدأت الدنيا تظلم. أخو الشيخ سلمان العودة لا ما رأى أخو الشيخ سلمان العودة على سبيل المثال كتب أنه اعتقل أخوي. طيب ليش نسجن مسكين ونحرم هو الآخر من أسرته؟ أنت ما تقدر تقول يا محمد بن سلمان يا مجرم يا ظالم، دمرت حياة الإنسان هذا وفعلت وسويت وا وا وا. تقول يا أخي ليش ما سكت يا أخو سلمان العودة؟ خلاص أخوك نسجن، خلاص اسكت، خلاص ليش ما سكت يا فلان؟
ليش ما سكت يا علان؟ ليش ما سكت يا فلان؟ وليش جمال خاشقجي كان يكتب؟ وليش انت ما تقدر تشير الى المجرم؟ هنا المصيبة، فتحمل العبء والخطأ على الآخر. فتحمل العبء لا فلان انت تسببت، انت تسببت على فلان وفلان وفلان. رحمة الله عليه. هذا لا مش ما هذا متربينا، هذا خطأ. زي الناس اللي في وقت الأوقات مثلا لما يخرجون إلى المعركة يقول لك شوف خرجوا إلى المعركة الفلانية وقتلوا، أنت من قتلتهم يا فلان ويا فلان ويا فلان، قتلتوهم كذا كذا كذا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هذه 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 مسألة. المسألة الأخرى، والله في أول أيام أنا في اعتقال أخواني وأصحابي كنت في يعني جاني حزن، حزن شديد جدا، أنه شباب صغار أبرياء وتجيك أخبار أنهم تم تعذيبهم وتم كذا. لكن لما تنظر بعدين للمسائل وتعلم أن أمر المؤمن كله خير من الله سبحانه وتعالى، وإن كنا ننظر للظاهر نقول يا الله شباب وكذا وكذا، والله العظيم هناك أمور لا أستطيع أن أبوح بها. لكن من رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده أحيانا أن يأخذهم في مكانه ويبتليهم بشيء. طبعا الحرية خير لهم إن شاء الله، لكن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده ويرأف بهم وبحالهم وينزل عليهم السلام والأمن والراحة والهدوء والطمأنينة، وهذه مدرسة لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم اليوم قبل بكرة. لكن سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر عشرين سنة في السجن. يوسف عليه السلام كم بقي في السجن؟ يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى يقول فلبث في السجن بضع سنين. هذا يوسف عليه السلام، لما خرج يوسف أصبح الأمين من يحكم الخزائن في مصر. شوف عندك نيلسون مانديلا خرج بعد 27 سنة من السجن وحكم جنوب أفريقيا. شوف عندك ديدي أعتقد أو لولا نسيت اسمه، رئيس البرازيل في وقت نلقات كان في السجن، ورئيسة البرازيل أيضا كانت في السجن ثم خرجت وحكمت البرازيل. شوف عندك كلها، شوف عندك كم شخص في وقت من الأوقات في يوم من الأيام خرجوا أعزهم الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك شيء، هؤلاء ظلموا وظلموا ظلم شديد، يمكن الآن راحت سنة سنتين من أعمارهم. أنا من ناحيتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد فضل الله سبحانه وتعالى فضل الأشخاص الذين وثقوا فينا وكذا وكذا وكذا، أمنت لهؤلاء ما استطعت. يعني الشباب لو جلسوا 10-15 سنة برا السجن يشتغلون من 6-6 لن يؤمنوا لأنفسهم ما أمنته لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا أقول هذا لأتمنى به عليهم أو شيء من هذا القبيل، ولا لا بيطلعون أمورهم إن شاء الله مرتاحين، يعني بقية حياتهم يعيشونها في رفاهية إن شاء الله. لكن ما هو أهم من ذلك، أباك تعرف تخيل معايا أن هؤلاء الشباب اليوم، يعني أوقات لما كنت أنا كانوا ساكنين معايا جزء كبير منهم، ما لهم في لهم في الكورة، لهم في الرياضة، لهم في الأفلام وسوالف وتنكيت وكذا، شباب عاديين زي أي شباب ثاني. حتى لما كانوا يشوفوني مثلا أتكلم في السياسة أوقات يعني يقولون يعني إيش في هذا قاعد يسولف في السياسة ويتناقش، إيش الكلام الفاضي ذا، ما هم حول الموضوع. يعني ما كان في أحد يتفاعل مع ما أقوله، لكن الكلام بكل تأكيد بقي في اللاوعي. يسمعون ظلم 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 بس ما هم عايشينه، ما هم ذاقين. اليوم عاشوا وذاقوه، وشافوا ظلم وشافوا تعذيب وشافوا بطش وشافوا كذا. لا، ومع مين مسجونين؟ مسجونين مع خيرة أبناء الوطن. هؤلاء سجنوا مع خيرة أبناء الوطن، أشرف ناس موجودين في بلادنا اليوم في السجون. سلمان العودة، الشيخ الطريفي، سليمان العلوان، فهد السنيدي، بان أعمى، محمد بن موسى الشريف، سفر الحوالي، عزيز اليوسف، الإيمان النفجان، وليد أبو الخير العتيبي، ومعجب الزهراني، خالد الراشد،
خيرة أبناء الوطن. أفضل أسماء موجودة في بلادنا في المملكة العربية السعودية من علماء ومفكرين وأدباء وفلاسفة ودكاترة جامعات، هذول في السجن اليوم بدون محاكمات حتى الآن كثير منهم. يعني وين كان الشباب بيحصلون فرصة مثل هذه؟ مو في جانب، في جانب مشرق في هذا الأمر، وهي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. يتعلم الإنسان. ماذا تعتقد أنت شباب حلو يعيشون في مثل هذه الظروف غدا حينما يخرجون؟ يعني أخاف أقول كلام هذا ومسبب لهم مشكلة. هذول بيطلعون من السجن يعني أنا أسير جنبهم الليفل 1، يعني حرفيا الشباب سواء اللي دخلوا السجن بسببي أو غيري، هذول لما دخلوا في أعمار صغيرة السجن غدا حينما يخرجون من السجن أنا أصبح تلميذ عندهم. فهذه مشكلة عند الدولة أصلا. وكما يقول أحدهم قال إنهم يربون موسى في بيت فرعون. فأطلب الله سبحانه وتعالى السداد يصير. أما والدي وأهلي، والدي الله سبحانه وتعالى حباهم بإيمان، يعني أنا على يقين وعلى علم بأن الله سبحانه وتعالى بأنهم يتقون الله سبحانه وتعالى، وبأنهم من أصحاب عمل الخير ومن أصحاب الصدقات ومن أصحاب التبرعات ومن وما أذكر والدي قد غاب عن صلاة الجماعة. يعني ما قد شفت والدي إلا في مرة مرتين مرض شديد أصبح طريح الفراش يغيب عن صلاة الجماعة، بل مرة من المرات صار له حادث كان سيموت في هذا الحادث. فكنت مرافقه في المستشفى والله العظيم أنه كان يتكئ علي وهو لا يستطيع الوقوف. أنا استحي، يعني الله يغفر لي وسامحني، يعني أنا صراحة أوكي وش أول ما يأذن نقوم، يعني الفرض نقدر نأخر ساعة يعني ساعتين. فكان بمجرد أنه يدخل وقت الصلاة يقوم متكئا عليه هو لا يستطيع القيام ويذهب يؤدي الصلاة. فاليوم هؤلاء لما يحفظون القرآن ما يحفظون ويقرؤون من قصص السلف والسير وقصص الصحابة والتابعين وكذا وكذا، اليوم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا. فرصة للعودة، فرصة للرجوع، فرصة للاستغفار، فرصة لإيش؟ ألف لام ميم. الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. الله يقول في القرآن الكريم، طبعا أنتوا إن شاء الله أنكم مؤمنين على إيمان. كم عقد الله سبحانه وتعالى أعطاكم حياة رغيدة، أعطاكم مال، أعطاكم سعادة، أعطاكم أبناء، أعطاكم ذرية، أعطاكم ما شاء الله تبارك الله صحة، أعطاكم سمعة طيبة، أعطاكم شرف رفيع، أعطاكم مكانة في الكذا. اليوم الله سبحانه وتعالى ابتلاكما بهذه. أنا أقول هذا الكلام لوالدي وأقول الكلام هذا لأهلي أبنائي أصدق أصحابي وإخواني. فابتلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء، ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه، فهي رفعة لهم في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى قبل الآخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يربط على قلوبهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم هم وبقية أسر المعتقلين. يعني أنا لما أشوف حال أسرتي يعني أتأثر، ممكن واحد يحزن، ممكن يقول كذا، ممكن، لكن يوم تشوف أنت أحوال الأسر الأخرى، يوم تجي تطالع اليوم الناس اللي شردت في الشارع هذه، يوم تشوف الناس اللي أخبار تحرش، أخبار مش عارف إيش، أخبار اختطاف، أخبار وقصص يشيب لها الرأس، فأنت تطلب الله سبحانه وتعالى تقول يا رب ألطف بعبادك، ويا رب يعني يسر لهم أمورهم، فلا تحزنوا ولا تبتئسوا. عمر بغيت أعرف الذباب يقولون السعودية العظمى، بغيت أعرف السعودية عظيمة في إيش؟ هل تصنع أسلحة؟ في هاشتاقات إحنا كسعودية كحكومة تقصد هاشتاقات، بس الشعب المشعب وتاريخ وكذا، نعم عندنا عظمة، حكمنا العالم إحنا في وقتنا الأوقات، يعني نحن كنا نحكم العالم، أباءنا وأجدادنا كانوا يحكمون العالم، يقودون العالم في وقتنا الأوقات من المشرق إلى المغرب، أباءنا وأجدادنا الأولين. وأنا أستغرب بالمناسبة، أنا أستغرب، أتحداك تناقشني عمر عبد العزيز حياك الله، أنا أستغرب من شيء، أستغرب من بعض الناس اللي يحاول يبحث
عن شرف وعزة بالنسبة للشعب السعودي في أشياء أخرى. ترى مع احترامي لك تاريخك ترى أنا لا تجمع، ترى أنا ما بقعد بفاخر بتاريخ عبد العزيز وفلان ومش عارف مين و... وناس جابتهم بريطانيا وناس جابتهم إنجلترا وناس دخلوا بتقسيمه، مش هذا التاريخ اللي سوف أفاخر فيه. لا تحاول تخلق لي تاريخ جديد تجعلني أنا أفاخر فيه. أنا أبو فاخر بتاريخ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والدولة العباسية والدولة الأموية والدولة، مو لما صرنا أذناب. أنا لو فاخر بتاريخ الجزيرة العربية حينما أصبحنا أذناب تبع. لا تحاول تخلق للشعب شيء جديد. إذا نحن نبي نتفاخر بنعتز، سواء يا رجل حتى لو أنت ملحد وتبغى تهايط بشيء، ما تقول ترى احنا بايش تهايط وبايش تفاخر، وفاخر بالوقت الذي حكمنا فيه العالم. كانت الدولة العباسية من الصين إلى المغرب، والدولة الأموية نحوها، وكانت دولة بني أمية تحكم في بلاد في أوروبا. هذول كلهم من وين طلعوا؟ هنا. ما بتكلم عن قبيلتي أنا وأبناء قبيلتي ماذا حكموا، وحكموا حتى وجذيم الأبرش وغيره. أنا أتكلم بشكل عام، حكموا بلاد الحيرة وبلاد فارس، جماعة الزهارين. فهذا هذه أشياء ممكن واحد بيقولها فاخر بتاريخ اليوم، أقول لك مش عارف مين قاتل مش عارف إيش، وتعطيني قصص تضحك عليها فيها في كتب التاريخ، كلام فارغ. طيب نعم الفارغ وفارغ، أنا معلق على هذه. طيب عمر، من هو أعظم شخصية في التاريخ السعودي؟ والله تقصد في عهد الدولة السعودية مثلا؟ دقيقة، تعال انت هيطلع برا. عمر انت تقول ابي دولة ملكية دستورية، الحاكم محمد بن سلمان يكون ملزم بالشعب وبسلطة الشعب وكذا، لا بأس، يجي اللي يجي ويتفاهم مع الناس بعدين. الله يعينكم جميعا. من الصحابة كانوا ابو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ابو هريرة رضي الله عنه، والطفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو على دوس، قال بل ادعو لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا، فجاءوا في السنة السابعة من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا عن بكرة أبيهم. هذول جماعتنا، وإحنا ما نحب ندخل فيه. أنا لا أحب نتكلم عن هذه الأمور كثيرا، لكن يعني من باب نتحدث. كلمة لغزة، الله سبحانه وتعالى نعين أهل غزة ويصبرهم ويربط على قلوبهم. الآن عندهم الكورونا بدأ للأسف متأخر وصلهم، وإن شاء الله يا ربي ربي يحميهم، يا ربي يحفظهم ويجعل أمورهم ميسرة يا رب يا كريم. هي كان يبغاهم يدعون على 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 دوس، لكن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد آن الأوان بأن تصبح الشعوب. نعم نعم نعم. صنم ذي الخلصة اسمه الدوس، الصنم الذي كان عند الدوس اسمه ذي الخلصة أو ذو الخلصة، آسف. أوف، متى الزواج متى تتزوج؟ ما شاء الله سؤالين ورا بعض يا جماعة الخير. ما يدريك أنني لست متزوجا الآن. إيش دراك أنت؟ كل هذه الأسئلة إيش بكم ثلاثة سائلين في وقت واحد؟ متى تتزوج متى الزواج؟ ما لك نية تعرس؟ وما يدريكم أنا لست متزوج أنا. طيب ليش تنسب الحضارة الإسلامية يا حبي؟ هاي شوف يقولك تنسب الحضارة الإسلامية في الزهري، لا حول ولا قوة، هذا داخل في الوقت بدل الضايع. والله ما قلت الزهري، والله ما قلت، جالس أتكلم أقول بني أمية وبني العباس، فين الزهري في الموضوع؟ ما مداري. بعدين تكلمت قلت وأيضا حكموا بعض الناس من هذه القبيلة، حكموا كذا وكذا. اي نعم اعرف الدكتور سعود الهاشمي الله يفرج عنه كذا، متزوج متبطح كل يوم بتويتر. انت ايش تبغى 24 ساعه؟ ايش بك انت يعني؟ حتى المتزوج ما يخش يغرد يعني، يعني ما التغريده تاخذ منك دقيقه دقيقتين يعني. اوكي جلست في تويتر 6 ساعات يعني، باقي في اليوم 18 ساعه يا رجل، صلي على النبي. طيب اشكركم شكرا جزيلا. ذو الخلصه، طيب شكرا جزيلا لك يا استاذ، تعاد تصحيح. نعم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. القاكم على خير، كونوا حرارا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.